أيضا من الأخبار الثورية، نسعى لرؤية موحدة للتفاوض مع الحكومة. قال القيادي بالجبهة الثورية عبد العزيز عشر إن أبناء السودان هم من يحددون مكان التفاوض بالتشاور مع الأطراف المعنية بعملية السلام، مبينا أن ورشة الجبهة المنعقدة بأديس أبابا هذه الأيام تهدف إلى الوصول إلى رؤية موحدة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية. وقال عشر إن المشاورات مستمرة لتحديد مكان وأجندة التفاوض، مبينا أنه لم يتم تحديد دولة بعينها حتى الآن لاستضافة هذه المفاوضات، ومشيرا إلى أن البحث جاري لإيجاد دور لدول الجوار الإقليمي للمساهمة في مسألة الوساطة وإدارة المفاوضات خلال المرحلة القادمة. وأكد عشر بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أن تحقيق السلام بالبلاد يأتي في مقدمة أولويات الجبهة الثورية لاعتبار السلام هو المدخل والباب الرئيس في تحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد. نعم أستاذ الشيخ، يمكن يعني مسألة السلام يعني مسألة يمكن طالت لفترات طويلة، وهي أساس ولب التفاوض ولب السودان الجديد يعني، ومهمة جدا عملية السلام. يعني نقدر نقول إنه بعد هذه المشاورات، بعد هذه التصريحات الكثيرة من عدد من الأشخاص اللي عندهم دور في عملية السلام، نقدر نقول يعني إلى أي مدى وصلت الآن ولا أي مرحلة وصلت عملية السلام؟ وتعليقك على تصريح عشر في هذا الموضوع تحديدا. وتصريح عشر يعني أنا بفتكر أنه فيه مبشر كبير جدا جدا، أنه الجبهة الثورية التي تتكون من عدد من الحركات المسلحة اللي كانت تكافح بالسلاح في مناطق مختلفة، فكونه حيوحدوا الرؤية التفاوضية معناه حيوحدوا القضايا، في قضايا كثيرة متشابهة وفي قضايا مستقلة. أنا بفتكر أنه بيختصروا زمن كثير جدا جدا للناس. وقبيل اتكلمنا عن العقوبات، العقوبات بفتكر إزالة العقوبات مربوطة بشكل كبير برضو بعملية السلام، حتى يروا أنه يتعامل ما في قضايا ممكن تتحلى. السلام ده بيعني أنه وصول المركز والهامش لديل بيناتهم، لأنه في عمليات سلام كثيرة منذ السبعينات كانت بتكون في نهايتها احتواء المركز للعمل المسلح في البتاع ده، والقضايا لا زالت يعني. أسا أنت لو مشيت جنوب كردفان، لو مشيت النيل الأزرق، لو مشيت دارفور، كبني آدم ما عندهم قضية في المركز هنا، عندهم ناس وفي الطب برعوا وفي الوزارات وفي كده، لكن تظل المناطق هناك عندها قضايا بتاعت هامش وقضايا تهميش وتنمية وغيرها. فبفتكر أنه فرصة أنه يوحدوا الورقة التفاوضية بتاعتهم دي بتختصر كثير جدا وبتدي الموضوع جدية. في الجانب السوداني، الجانب السوداني أصلا العظم الحكومة هي قوى الحرية والتغيير، وأصلا فينا ناس كثيرين جدا كانوا ظلوا منتسبين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو كانوا قريبين. حتى السيد حمدوك كان قريب جدا من الحركات وكان بيقابلهم في الاتحاد الأفريقي وكده. يعني بفتكر أنه يعني دي أكثر فرصة سانحة في تاريخ السودان جات لتسوية القضايا اللي ظلت تؤرقنا منذ الاستقلال. طيب جميل أستاذ الشيخ، فيما يهم الجبهة الثورية، كان انطلقت اجتماعات بالعين السخنة في جمهورية مصر العربية على البيت الداخلي للجبهة الثورية. الآن في حديث على أنه هذه الورش منعقدة بأديس أبابا على أمل يتم التوافق والتواصل الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، ما حددوا لها مكان معين. عايز أشوف ما خرجت به الجبهة الثورية في اجتماعات القاهرة وصولا للورشة المنعقدة في أديس أبابا إلى الاتفاقية التي سوف تكون مع الحكومة الانتقالية. متى يعني يجب أن تكون في البيت الداخلي ولا أيضا أن تكون خارج السودان؟ هو اجتماعات العين السخنة كانت اجتماعات هيكلية، والناس الجبهة الثورية أكملوا فيها وضع هيكل. أما الاجتماعات الآن في الورش في أديس هي لتوحيد القضايا والورقة التفاوضية، يعني ما حيتفاوضوا بعد ذاك مع حركة جنوب كردفان برا أو حركة النيل الأزرق برا أو حركة دارفور برا، التفاوض حيكون موحد. أما المكان، الجبهة الثورية قالت في كم تصريح أنها هي ما عندها مشكلة في أنه يكون المكان الخرطوم أو غيره، لكن كل في إجماع على أنه الناس أنه الحوار يتواصل في جوبة زي ما كان، باعتبار أنه جوبة أنك أنت قد تكون سياسيا برا السودان لكن اجتماعيا أنت داخل السودان. صحيح. طيب